الله على شبابنا والله على تونس الخضراء. مساء الخير عليكم مشاهدينا اللي بيتابعونا على الهواء مباشرة. طبعا الحلقة النهاردة بيستنوها الناس كتير، الأحباب والأصحاب ومشاهدينا طبعا اللي بيتابعونا على الهواء مباشرة. طبعا معنا النهاردة جميلة الجميلات سهير الغضاب اللي نورتنا ونورت تونس بجمالها وسحرها. طبعا عايزة أوجه تحية في البداية لأبوها الإعلامي الكبير محمد الغضاب، كنت أتمنى أنه هو يكون كمان معانا النهاردة. وعايزة خلوني أرحب بضيوفي، طبعا معايا الدكتورة حنان نصار رئيسة مسابقة ملكة جمال العرب، وطبعا نرجع مرة تانية لسهير الغضاب. ألف ألف مبروك ليكي سهير، منورانا. الله يبارك فيك، منورة تونس. عايشك نورك، الله يبارك. وطبعا تونس مبسوطة بيكي. الحمد لله الحمد لله، وانا عن نفسي مبسوطه كمان. وانا سيده فرحانه اليوم انا ضيفه اعلاميه كبيره ليس فقط في مصر، معروفه في تونس جدا، يحبوك تونس وفي كل العالم العربي. انت من مثال المراه التونسيه. يعيشك يعيشك والله، وماش مجامله. يعيشك يا سهير، بتبيع انت زاد فخر للتوانسه. ونحب زاد نرحب بالدكتوره حنان نصر، انت منوراني طبعا النهارده. مرسي. احنا هنتكلم في حاجات كتير النهارده. اكيد اكيد. انت تعبتي طبعا. طبعا انت، وانا مبسوطه انه اول لقاء معاكي. طبعا ده بعد شرف لي الفوز لسهير. طبعا احكي لي عن التنظيم والمهرجان والمسابقه، وازاي كان يعني كان في تعب في اختيارك للملكات. الحقيقه انها كان في جوله في العالم العربي، يمكن احنا كنا ابتدينا هنا بمصر وبعدين انطلقنا للعالم العربي وطلعنا على المغرب، ومن المغرب سافرنا على تونس وبعدين لبنان. وكان في اختيارات لكل الملكات من الدول العربيه. وحتى الملكات اللي ما توجوش في بلادهم، انا عملت احتفاليه قبل الاحتفاليه الختاميه بيوم، توجنا فيها كل الملكات اللي شاركوا. وده تقليد عملناه السنه دي، يعني احتفالا بالسنه العاشره للمهرجان، دي السنه العاشره. والحقيقه يعني كان في تعب، انا يمكن حتى باين عليا، بقى لنا تقريبا 10 ايام من التدريبات ومؤتمرات صحفيه، ويمكن حضرتك حضرتي معانا كمان. انا كنت موجوده، مؤتمر صحفي كبير عملناه. واختتم بقى المهرجان 18 اول امبارح يعني. فطبعا كان تعب فعلا حقيقي، تعب، كان تعب تونس وتسافري من دوره كتير. يعني لفه في العالم العربي كبيره. والحمد لله ربنا كللها بالنجاح. يعني الحمد لله الحمد لله. طبعا في البدايه كانت 22 متسابقه. ايوه صفت بعدين ل 10 12 لا 12 متسابقه. ايوه 12 متسابقه. هو في يعني هو طبعا كانت حصلت احداث الكاتدرائيه للاسف قبل المهرجان بحوالي 4 ايام لا يومين، فانا حتى اجلت حفل الاستقبال للملكات يعني تضامنا مع والحداد اللي كان حاصل. طبعا ففي بعض الدول يعني برغم الظروف اللي احنا مرينا بيها، في بعض الدول الحقيقه يعني كان في خوف من كان في خوف طبعا من الحضور. ففي بعض الدول يعني زي السعوديه والكويت والعراق والصومال، دي كانت دول برضو مشاركه، وحصل سلطنه عمان وحصل خوف، ولكن البنات الملكات الباقي يعني كانوا عايزين يكونوا ملكات، فلازم ان هم ودي طبعا حاجه. عشان كده كمان برضو انا عملت حكايه التتويج اللي قبلها بيوم للملكات اللي ما توجناهمش في بلدهم، ودي كانت برضو يعني زي نوع من الشكر ليهم على ان هم يعني جم مصر برغم كل الظروف وبرغم الخوف اللي كان مسيطر بعد التفجير. طبعا ومصر فيها كل حاجة، فيها طبعا مصر أم الدنيا. فيها الأمن والأمان. يعني احنا طلعنا على فكرة لمكان في منتهى يعني منتهى السياحة في قلب القاهرة، وزرنا وكنا موجودين في قلب القاهرة، منطقة سياحية طبعا. لفينا في انت طبعا انت يعني البنات يعني رحتي معاهم وديتيهم الاماكن السياحية كتير. لا طبعا طبعا. انا عايزه هرجع لك يا دكتوره حنان. سهير مره تانية على السلامه ومرحبا بيك في بلادك الثاني. يعيشك اكيد مصر، اكيد مصر ام الدنيا اكيد. طبعا احنا سهير عارفين اللي انت بنت الاعلامي الكبير محمد الغضاب، وكمان نعرفوا اللي انت دارسه الاعلام. أيه. اوكي في اسبانيا. امرت بيك تحكي معايا اسباني. انا خرجت مع الصحافه وعلوم الاخبار في تونس، وبعد عملت سينما اخراج وانتاج في اسبانيا.
حلو، احكي لي على بدايتك، احكي لي كيفاش كان مشوارك في البدايه. مشواري في مسابقات ملكات الجمال طبعا. شاركت في تونس في مسابقة ملكة جمال الورود وسفيرة البيئة في تونس وخذيت اللقب الحمد لله. الحمد لله. ومن بعد جاتني فرصة اني نشارك في مسابقة ملكة جمال العالم العربي وكان لي عظيم الشرف وفرحانة بمشاركتي، والحمد لله انه الختام كان مسك بالطبيعة، مسك ليك ومسك لينا ومسك تونس كلها. الحمد لله وفرحانة جدا اللي أنا جيت لمصر، هذه أول مرة أنا نزور فيها مصر من قبل من الأفلام والمسلسلات المصرية، نتمنى أني نشوف مصر والأماكن المصرية، الحمد لله هاني فيها توا وهي بالحق أم الدنيا. بالطبيعة أم الدنيا. شنو إحساسك أنت توا كملكة جمال العرب؟ إحساسي بالسعادة والفخر أكيد، اللي أنا كي شفت الفرحة يوم الاختتام، انت كنت موجوده ومنوره الحفل، يعيش والله كي شفت الفرحه نتاعك نتاع والدي ووالدتي، حرم السفير التونسي طبعا وجلاله، تحيه كبيره وكل الوفد اللي كان موجود معنا، سفيره النوايا الحسنه في العالم العربي طبعا، كمان بسمة نوجه لها تحيه كبيره، كل الوفد التونسي اللي كان موجود كانت سعادة كبيرة ليا، وكل الوفود العربية اللي كانت موجودة، وفرحتي الكبيرة اللي كل الوفود العربية مش كل وفد حاول انه يشجع كان بلاده أكاها، انه في الأخير كي نستناو في النتيجة كل الوفود العربية أجمعت على انه تونس هي اللي نحبوها تربح. انت قلت كلمة مفيدة برشا وقتها، قلت السائح لازم كي يجي لبلادنا يكون يعني هو عربي في بلادنا، يعني كيف وكيف التونسي او كيف وكيف المصري. صحيح. اي انا نشجع برشا على السياحه العربيه، انه السياح عرب في بلدان عرب، وقلت انه السائح العربي من ناحيه الفلوس هو يصرف بالطبيعه الفلوس اكثر من السائح الاجنبي اللي يكون معناتها ميزانيه بالحسبه، معناتها ميزانيه محسوبه. العربي اللي يحب الدليل كما نقولوا في تونس، دونك هو اللي باش ينفع البلدان العربيه، وعلاش ليه مش كل عربي يكون عنده فكر على بلاده وعلى باقي البلدان العربيه. للاسف احنا ما نعرفوش بعضنا برشا في ثقافاتنا وتقاليدنا. اللهجه التونسيه يمكن هي صعيبه شويه على باقي الشعوب العربيه، هذاك علاش انا اليوم نحكي باللهجه التونسيه، لكن المهذبه نوعا ما قريبه للفصحى. انا نتكلم لهجه مصريه جاي، ومدام حنان تعرف، لكن انا نقدم في بلدي تونس، وهذاك علاش فضلتني نحكي باللهجه التونسيه. هذه بطبيعه شرف لنا كبير. نحب نعرف سهير الغضاب، شنو مخططات سهير الغضاب؟ شنو تخمم سهير الغضاب؟ شنو تحب تعمل هي توا بعد يعني تتويجك كملكة جمال العرب؟ ننفذ مشروعي اكيد، هذه اول حاجه اللي حكيت عليه في اختتام الحفل، واكيد ثم مجموعه من الاعمال الخيريه اللي تقودها الدكتوره حنان النصر، واللي اكيد على مدار عام كامل باش نكون انا متواجده فيهم في اكثر من في كل العالم العربي. اكيد مش باش ننسى حياتي الثانيه اللي هي حياه دراستي اللي درستها صحافه والاعلام والانتاج والاخراج. هذا هو اللي نحب نكمل فيه في الايام القادمه ان شاء الله. طيب سهير، ممكن تمثل؟ اي انا ديجا انا كان عليا تجربه في التمثيل في اسبانيا في دور بطوله باللغه الاسبانيه. باللغه الاسبانيه دكتوره حنان. مش هنقدر نعمل اي حاجه. وانا تو متواجده في مصر، اللي هي مصر هي هوليود العالم العربي. طبعا مصر ام الدنيا، هي اللي بتفتح الابواب. اكيد يعني. هي هوليود العالم العربي، فالفرص فيها اكبر، فاكيد نحب ندخل لهذا العالم. لو جاي لك فيلم في مصر بتبيعه يعني بطوله اكيد، وجاي لك فيلم برا في بلاد اجنبيه، شنو تختار؟ يكونوا زوز في نفس الوقت يعني. بلاد اجنبيه وين؟ يعني نقولوا كما اسبانيا مثلا بحكم ان انت تبارك الله عليك غادي. نعيشك. باش نختار مصر اكيد اولا، لانه نحب انه ننجح على مستوى عربي. انا عربيه، بنت بلد عربي وبنت العالم العربي، ونحب يكون نجاحي من العالم العربي اولا. طبعا انت تشرف كل البلدان العربيه. نعيشك. باش نرجع لك سهير، دكتورة، احنا شفنا البنات قد ايه كانوا في البداية عارفة القلق انت تبع البنات. حصل يعني، بس عايز في كركبة حصلت، في مشاكل حصل؟ لا، هو دي دايما بتحصل في كل المسابقة، تلاقي البنات في اخر وقت ابتدت الاعصاب
يعني توتر توتر، ويمكن كان في بنات معاهم امهاتهم، في بنات لا، في بنات حسوا انه يعني كان لازم يبقى معاهم حد، مع ان احنا بالعكس احنا كنا دايما احنا بنبقى حنونين جدا على البنات وبنخاف عليهم، بس برضو يعني في شوية قلق حصل في اخر وقت، خصوصا لما لقوا اللجنة انعقدت تاني وقعدوا يتشاوروا اكتر من ساعة الا ربع على الايفنت، على الترتيب المتسابقات الفائزات يعني، فحصل يعني توتر كده. بس احنا الحمد لله يعني متعودين انه ده بيحصل، ده طبيعي طبعا. يعني طبعا. في اي مسابقه طبعا. وبالنسبه للجنه التحكيم كنتوا متفقين كلكم مع بعض؟ انا طبعا ما كنتش في لجنه التحكيم، انا طبعا كرئيسه المهرجان، لكن طبعا. هو لجنه التحكيم كانت باقه يعني مشرفه من العالم العربي، من المغرب استاذه سعاد الشامي، من السودان استاذ احمد مدني، ودول وكلاء المهرجان في السودان، وشاذة البياتي، كان في يعني عصام كاريكا، كان في مجموعه يعني من العراق سوران الشريف، كان في كمان المصمم الازياء، كان في خبير التجميل دكتور عمر رشاد، كان في كمان يعني كان في مجموعه مش عايزه انسى يعني حد كبيره، فكان في، وكان المفروض كمان تيجي كمان وكيلة تونس، وعايزين نوجه لها شكر كمان نور، الاستاذه نور بويده، دي اللي قامت بالمجهود واللي جمعت البنات في تونس وعملت احتفاليه كبيره ضخمه، حضر فيها يعني الشعب مجموعه كبيره من الفنانين ومن الشخصيات العامه في تونس، وجه لها طبعا شكر جدا، لان هي اللي وصلتنا لسهير، وبالتالي احنا اخذنا سهير منها الى مصر، وكانت هي المفروض تيجي، ولكن طبعا وجه لها تحيه جدا. وعايزه كمان اوجه تحيه اذا تسمحي لي طبعا لمعالي السفير، سفير تونس بجمهوريه مصر العربيه والسيده حرمه، انه بعت يعني ورد لسهير، وكان في وفد كبير من السفاره ومن الشخصيات العامه وشرفونا، وكنت طبعا بوجه لهم شكر، وهم شرفوني وكانوا يعني هو الحقيقه الشعب التونسي شعب جميل ومهتم، وانا سعيده جدا بيه يعني. لو تسمح لي ناكد على كلامها، انا فرحانه ياسر بالوفد اللي جاي، كان الدعم كان كبير، يوم الحفله هذه كانت اكبر مفاجاه سهير يعيشك، ميرسي بوكو، كانت اكبر مفاجاه تصير لي بالدعم، اللي انا لاخر لحظه كنت متوقعة انه الوالد والوالده مش باش يخلطوا على الحفل الاختتامي، لكن الحمد لله كانوا موجودين، الوفد التونسي، انا قبيله عطيت الاسامي، ومعاهم عبله الاسود اللي زاد شرفتنا بحضورها. نوجه تحيه لرئاسه الجمهوريه التونسيه، لوزاره الشؤون الخارجيه، لوزاره السياحه، ولسفاره الجمهوريه التونسيه في جمهوريه مصر العربيه، اللي الدعم كان كبير وكبير جدا، وشكرا جزيلا، وان شاء الله ربي يقدرني وديما نرفع راية تونس إن شاء الله في كل العالم يا رب. إن شاء الله سهير، إن شاء الله بتبيع. احنا سمعنا كمان انه المتسابقات تبرعوا بالدم للضحايا الكنيسة البطرسية. انا كنت عايزة اقولك، هو احنا في الاول الحقيقة كنا مسافرين، احنا السنة دي المهرجان يعني بيرعى في نشاطات كتير يعني، بيرعى حملة التبرع بالدم اللي هي فكرة استاذة هدى الكاشف رئيسة جمعية فصيلة او، احنا الدم احنا وهي تحت الشعار العرب دم واحد، فالحقيقه تونس اطلقنا المبادره من هناك، وكان معانا كمان في مستشفى يعني مستشفى قرطاجنة، وكان معانا مركز الدم التونسي يعني المركز، وكان في دكاتره واطباء، عملنا المبادره اعلنا عليها في الحفله، تاني يوم ابتدوا من الساعه 10 الصبح في تبرعات كبيره جدا في تونس، حسينا قد ايه احنا كعرب دمنا واحد، كان معانا ملكه جمال العرب مغربيه، واحنا مصريين، ومعانا سهير كتونسيه، وكان معانا جنسيات مختلفه، وكان في ليبيين، وكان في جنسيات مختلفه، حسينا فعلا ان التبرع انه الدم العربي واحد. لما جينا على مصر حبينا نكمل اللي احنا بدأناه، فعملنا يوم المؤتمر الصحفي نفس الموضوع، انه احنا عملنا التبرع بالدم، يعني اطلقنا حملة برضو هنا في مصر للتبرع بالدم لصالح الكاتدرائية. احنا ده هيكون مشروع من مشروعاتنا اللي احنا شغالين عليه السنة دي، وعندنا برضو مشروعات اخرى خاصة بالاطفال على مستوى العالم العربي، وتنشيط السياحة العربية على مصر، ودي برضو هنعمل لها مجموعة من الفعاليات.
طبعا طبعا لازم. سهير طبعا انت يعني بتبيع الدكتوره حنان اخذتكم مصر كلها. انا شفت الاكل، ايه وضع الاكل معاك؟ شنو يعني قالوا لي ما لقيتش تلوج، تحب تعمل لهم شنو الماكله التونسيه اللي تحب تعملها؟ عملت كفتاجي. كفتاجي وتلوج على الفلفل الحار. فلفل الحار. انت تونسيه وتعرف اللي بتبيع الفلفل بتبيع الحار جدا. اما اللي فهمته اللي انت وقتها عملت لهم يعني ماكله حاره 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 جدا قوي قوي. عايزه اقول لك انا كنت في لجنه التحكيم. ما قدرتيش تاكلي طبعا. لا كان يعني كان صعب قوي. ايه رد فعلك يعني؟ بس اخذت درجه عاليه على فكره. طب ايه رد طب انت يعني احنا معروفين التوانسه يعني بماكلتنا غير طبعا كل بلاد وعندها الاكل مختلف طبعا. اكيد اكيد. وانت بتعملي في الاكل الحار بتبيع. اول ما اعطيته للجنه التحكيم بتبيع هم اول ما كلاه وتحسهم كشوا هكا شوي. فهمت. انا اعطيتهم ونستنى ليه هم عجبتهم كانوا يعني عجبتك. في اثنين شيف كبار معروفين يعني اسماء كبيره وكنا قاعدين، بس هي قعدت الاول لسهير كانت مهتمه قوي حقيقي. انا بحب قوي ان البنت تبقى مهتمه يعني لانه احنا بنتعب جدا في تنظيم وكان المطعم مستضيفنا فمن الصبح الدنيا يعني على قدم وساق والشيفات في المطعم والشيفات اللي معانا مهتمين جدا. فكانت سهير عايزه الاكله بتاعتها تطلع مظبوطه بالظبط، بس حتى كمان في الترتيب يعني المفروض في حته بيبقى فيها كبده وحته مش عارفه لحمه وحته ايه. فانا طبعا انا لما كلمنا المطعم قلنا له كفتاجي افتكرها كفته. يعني كفته افتكرها كده. فانا قلت لهم ليه عندنا كفتاجي تونس اما كفتاجي حاجه اخرى مختلفه عن. فالمهم فكانت مهتمه قوي بس طلعت الاكله جميله الحقيقه. مهتمه خاطر هما جابوا لي فلفل. جابوا لك فلفل حلو من نوع اخر. اي قلت لهم ليه ليه انت اسمك فلفل حار. احنا فلفل حار حار قلت لهم. ليه اول حاجه عملوها كي ذاقوا هي حرام عليك. خفتي وقتها صح؟ ليه كنت متاكده انه الاكل مش يعجبهم. حاجه مختلفه عن الاكل المصري. سهير المشمر والمحمر واللي ذبت المشمر والمحمر بطبيعة احنا يعني اكلنا احنا كتوانسة ممكن صعب شوية عليهم يعني زي ما قلتي دلوقتي الكفتاجي اللي البهارات من تونس جبتهم. شنو كليت ماكلة مصرية؟ قول لنا. كليت اول حاجة اول بصي اول ما اول ما جيتي مصر لازم اول ما جيت مصر قلت لهم نحب المشمر والمحمر. يجي كليت على طول المشمر والمحمر. احنا ما نسخن على طول. كليت الكشري الملوخيه وال احنا الملوخيه متاعنا غير متاع غير الملوخيه المصريه وال اللي فيه اللحمه المفرومه كيف الرقاق 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 ده حلو جدا عجبني برشا الرقاق. اكلتي بتفكري تعملي يعني تتعلمي الاكل المصري ولا اكيد بتبيع بتبيع اكيد. ما اكلتيش محشي بيقولوا لك؟ لسه انا ازاي يا دكتوره حنان معقول؟ لا هقول لك بقى. ما هو دلوقتي سهير هتقعد ان شاء الله في مصر. احنا طبعا قدمنا لها اسبوع من شركتنا يعني ان شاء الله من مؤسسه ملكات جمال العرب يعني هديه ليها اقامه في مصر. شكرا. اسبوع وفي في الاسبوع ده احنا بقى هنهتم بتغذيتها. بس اهم حاجه فانا ناويه بجد يعني ناويه ان انا اول حاجه لازم تروح على الحمام المحشي ده لازم تاكله والكباب والكفته المصري والمحاشي يعني. بس هي ما تقوليش انا اتخنت. لا 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 يعني ما تقوليش انا ناكل انا ناكل كل شيء. انا حاجه تهتم برشاقتها. لا انا عامله الحقيقه عامله لها برنامج اكل يعني لازم كل الحاجات اللي هي المصريه هي تاكلها ان شاء الله. الاكل المصري اكيد. دكتوره حنان كلمه اخيره الوقت احنا كده كلمه اخيره تقوليها. عايزه يعني اوجه يعني لكل ملكات جمال العرب على مستوى العالم العربي بجد احنا السنه دي لازم نكون كلنا ايد واحده متحدين ولازم كل الملكات اللي بيشوفونا وفي كل الدول وحتى الملكات اللي قبل كده احنا بابنا مفتوح. هنعمل حمله كبيره للتبرع بالدم في العالم العربي عايزين دعمهم. كل دوله عربيه عايزانا نروح احنا هنروح وهنعمل الدعم وهنعمل المبادره. مصر بخير مصر امان. عايزه اقول للعالم العربي كله بجد ما تسمعوش اي حاجه في الترويج اللي بيروج اشاعات عن مصر. انا عملت المهرجان بتاعي في دولتي في مصر بكل امان ويسر. ملكات جمال العرب عملوا جولات سياحيه اتصوروا عند الاهرامات وبعتوا رساله سلام
من الأهرامات للعالم العربي كله. فيعني مصر بخير ومش عايزة حد يصدق يا رب. يا رب يصدق حاجة تانية يعني. يا رب طبعا. سهير، الكلمة الأخيرة لملكة جمال العرب، نرجع ونقول حبيب. سهير المزيانة حبيب. سهير اللي منورتنا في كل حبيب. الدول العربية نورك. وفي تونس، في تونس الخضراء. تفضل. نقول لكل البلدان العربية، أكيد كل البلدان العربية توا في ضيق وفي مشاكل، نقف كلنا مع بعضنا. أكيد مصر الجمهورية العربية المصرية هي بلد الأمن والأمان، وباش تقعد دائما بلد الأمن والأمان. وكل البلدان العربية ما تسمعوش للي يحاول أنه يطيح بيناتنا بالمصري، أنه يطيح بيناتنا. احنا الكلنا إيد واحدة ودم واحد، ونقف مع بعضنا الكل ونرفعوا راية واحدة هي راية العالم العربي. طبعا مرسي ليكي سهير، نورتني وشرفتني. والدكتوره حنان طبعا نورتيني النهارده، وان شاء الله ديما نشوفك في تالق ان شاء الله. ان شاء الله. وسهير الغضاب ديما يا رب ان شاء الله نشوفك في تقدم ونجاح، ونسمع ليك كان كل خير بتبيع. يعيشك ان شاء الله. شكرا على الاستضافه. شكرا ليكي. وبتبيع نرجع نوجه تحيه مره اخرى الى الاعلامي الكبير الاستاذ محمد الغضاب، أبو سهير الغضاب. نقول له كنت منورنا في مصر، وسهير زادة كانت منورتنا. ونشكر مشاهدينا، يا رب تكون عجبتكم فقرتنا النهاردة، وأشوفكم على خير إن شاء الله بكرة. مع هيئة